ألا الآن ماذا؟ نحن في الآن، بل نحن في الذي آن. ما الخبر يا صاحبي؟ كما بدأنا نختم. نختم الآن، آن الأوان. لم أعد أفهم. احتفظ بهذا الرقم. الواحد والعشرون بعد المئة، ماذا يعني هذا الرقم؟ هذا سجل بآرائنا نحن الكوفيين، وهذا سجل بآرائنا نحن البصريين. نستودعك الله حتى نلتقي في الآن. نلتقي في الآن. الآن هو الحاضر. ربما كان المبرد يريد أن يقول نلتقي في المستقبل. ختام هامسك. ما كان يعنيان نلتقي في الآن وختام هامسك؟ وماذا يعني الرقم الواحد والعشرون بعد المئة؟ أطلق هشام ساقيه للريح وهو يحاول اللحاق بالدرس الأول بعد أن استيقظ متأخراً 5 دقائق. وتأخر 5 دقائق أخرى حين رأى الناس يتجمهرون حول إعلان وضع في لوحة إعلانات الطريق، فحاول أن يقرأ ما في ذلك الإعلان لكنه لم يستطع. وفكر هشام، 10 دقائق، ماذا سيفعل المعلم به؟ أية عقوبة تنتظره؟ كان قلب هشام يخفق سريعا مع كل خطوة. معلم اللغة العربية لا يتسامح أبدا. وحين وصل ودق على باب الصف كان قلبه يوشك على الخروج من صدره. أسماء، تأخر الوقت. زهراء، قولي لي، إذا قال لك أحدهم نلتقي في الآن فماذا تفهمين؟ نلتقي في الآن؟ كيف ذلك؟ نلتقي بعد ساعة، نلتقي غدا، نلتقي الشهر القادم. نلتقي في الآن إلا إذا إلا إذا كان الآن مكانا يتم اللقاء فيه. سامحك الله، الآن هو الوقت الذي نحن فيه، فكيف يكون مكانه؟ ما بك يا أسماء؟ ما بك يا بنيتي؟ الدرس الأخير. الدرس الأخير؟ أمامك 3 أشهر وتقولين الدرس الأخير؟ أعني قصة الدرس الأخير. المعلم الذي أعلن أن اليوم هو آخر يوم له في المدرسة. وهشام حين دخل الصف لم يصدق أذنيه حين سمع المعلم يقول له تعال يا بني، ولم يصدق عينيه حين رأى المعلم يربت على كتفه ويمسح شعر رأسه ويقول له اجلس يا بني. ثم بصوت حنون خافت يعلن المعلم أن هذا هو الدرس الأخير لي معكم. الحياة يا ابنتي لها بدء وختام،
لا بد من هذا. هيا هيا ابتسمي. هيا 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 يا بطلة. تصدق يا عادل أنني كنت أفكر حين نطقت أسماء بالدرس الأخير. هل قرأتي أنت القصة أيضا؟ آخر يوم لجيراننا بيت أبي ماجد قبل أن ينتقلوا إلى بيتهم الجديد. الدرس الأخير وآخر يوم لبيت أبي ماجد وختام مسك. الحلقة الأخيرة. الأخيرة؟ أنا أعد الحلقة الأخيرة. تعني ما رأيك أن تأخذ إجازة نقضيها في الريف عند بيت خالي؟ أو أقول لك نأخذ القطار. ختامها مسك. يعني نحن الآن في الحلقة الأخيرة. أم ماجد بعثت إلي لأساعدها على حزم أثاث البيت. ولنا بعد ذلك كلام. ماذا يعني الرقم 21 بعد 100؟ وماذا يعني وداعا نلتقي في الآن؟ ما بك يا عادل؟ في الرقم 21 بعد 100. 121؟ أيعني لك هذا الرقم شيئا؟ لا، المهم أن تجمع أفكارك يا عادل. وبصراحة أجد بعض التناقض في هذه الحلقة. تناقض؟ النص يتكلم على الآن ونحن في الحلقة الأخيرة وليس في الآن يا عادل. ماذا أفعل؟ هما قالا سنلتقي في الآن. هما؟ أعني عرفته. نلتقي في الآن يعني نلتقي في محكمة الإنصاف ومسائل الخلاف ومسألة الخلاف في الآن. المهم يا عادل نظم أفكارك. بقي الرقم 21 بعد 100. نريد أن يكون ختامها مسكا يا عادل. عبارة ثعلب نفسها ختامها مسك. ست ليلى جاهزة؟ جاهزة. جاهز يا أستاذ عادل؟ جاهز. كيو. نحن في الحلقة الأخيرة ومسألة الخلاف في الآن، ولهذا سنطوف بكم مع الآن والختام. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. أي يسقون من شراب أبيض لذيذ مختومة أوانيه وأكوابه بالمسك بدل الطين، أو من شراب يجد شاربه في ختامه، أي في نهاية شربه رائحة المسك، وهو الطيب الفائق الذي كانت العرب تسميه المشموم. ختامها بالمسك. ولمناسبة الختام كان للشاعر البحتري جار قد أخلص له وأحبه، وكان أن أزمع الرجل على الانتقال إلى بلاد أخرى، وظل ينتظر أن يودعه البحتري. يا رجل، الأحمال في الباب والأولاد أعياهم الانتظار حتى يأتي البحتري، فليس من المعقول أن لا يودع أحدنا الآخر. هو يعلم بأمر رحيلنا، فلو كان راغبا في توديعك لفعل. لما لا يرغب في توديعي؟ لا أعرف. هيا اتكل على الله ودعنا نرحل. هيا
أرجوك يا رب. ها هو. يقرئك أبو عبادة البحتري السلام، وقد بعث لك بهذا. الله جارك في انطلاقك تلقاء شامك أو عراقك، لا تعدلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك، إني خشيت مواقفا للبين تسفح دمع ماقك، وعلمت ما يلقى المودع عند شمك واعتناقك، فتركت ذاك تعمدا وخرجت أهرب من فراقك. ومن أجمل ما قيل في الوداع ما قاله الحسن بن زريق البغدادي: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، جاوزت في عدله حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأديبه بدلا من عنفه، فهو مطن القلب موجعه. أهناك علاقة بين الخاتم والختام؟ وما معنى كلمة تختم؟ هذان سؤالان من المشاهدة نجوى عبد الرزاق، وقد أحلناهما على الخبير اللغوي الأستاذ نافع أحمد نافع. سأبدأ بالسؤال الثاني ثم أعرج على السؤال الأول. معنى تختم فلان أي لبس الخاتم، وكل خاتم يحمل نقشا أي كتابة، ويمثل النقش ما نسميه الآن بالتوقيع. أما العلاقة بين الخاتم والختام فهي وثيقة جدا، العرب تقول الأمور بخواتيمها، وقد سمي الخاتم خاتما من الختام، ومعناه الطين الذي يختم به، ثم صار ذلك الذي يحدث في آخر الأمر يسمى الختام. المتسابقة سمية عبد الودود. أهلا بكم. أسئلة الحلقة منبثقة من قضية الخلاف في الآن وفي الختام، لأنها حلقة الختام. أهلا بسمية، ما عملك؟ طالبة في كلية الصيدلة. كلية الصيدلة، أهلا وسهلا. نبدأ المسابقة، مستعدة؟ مستعدة. السؤال الأول: أول الخيل في سباق الحلبة يسمى السابق، فما اسم آخر الخيول؟ أهو السكيت أو التالي أو العاطف؟ غير متأكدة. التالي؟ لا. العاطف؟ الجواب الأول، السكيت. هذه مفارقة، السكيت في ترتيب الأجوبة هو الأول، ولكنه في ترتيب سباق الحلبة هو الأخير، والجواب صحيح. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. السؤال يقول: نسمع بتعبير شرخ الشباب، فماذا يعني؟ أهو وسط الشباب، أوله، آخره؟ هو في شرخ الشباب أي في أول الشباب. الجواب الثاني؟ والجواب صحيح. شرخ كل شيء أوله، وقد غلب استعمال شرخ الشباب بمعنى أوله. والآن السؤال الثالث:
قالت الخنساء تماظر بنت عمرو بن الحارث: تذكرت صخرا أن تغنت حمامة هتوف على جزء من الأين تزجعه. ما معنى الأين؟ أهو الحائط أو العش أو الشجر؟ تزجع الحمامة على الشجر، الجواب الثالث. أردنا أن نعمي على المتسابقة سمية فاستبدلنا الغصن بالجزء ولكنها كانت متيقظة. وأصل الشعر الخنساء هو: تذكرت صخرا أن تغنت حمامة هتوف على غصن من الأين تزجع، والجواب صحيح. اقتربت يا سمية من الجائزة، والآن ننتقل إلى السؤال الرابع. هذا السؤال يخص النساء. تصف العرب جمال المرأة بعشرات الألفاظ، فأية صفة تختم هذه الألفاظ؟ أهي الوسيمة أو الباهرة أو الجميلة؟ أظنه الجواب الثاني. لا نعمل بالظن يا سمية. الجواب الثاني الباهرة. الباهرة؟ ولما اخترت الباهرة؟ لأنها تبهر بجمالها. يا له من جواب باهر، الجواب صحيح. ختام ألفاظ الجمال الباهرة: يقال عن المرأة إذا كانت بها صفة من جمال جميلة، الأجمل منها الوسيمة التي صار حسنها ثابتا كالعلامة، ثم التي تختم الجمال تسمى الباهرة، وهي تغلب النساء بحسنها. خطوة واحدة وتكون مكتبة النفائس لك يا سمية. السؤال الأخير: شهران من شهور السنة العربية يسميان باسم الأول والآخر، أهما محرم وصفر أو ربيع وجمادى أو شوال وذو القعدة؟ جمادى وربيع، جمادى الأولى وجمادى الآخرة. الجواب صحيح. من الأشهر العربية التي تعرف بالأول والأولى والآخر والأخرى هي جمادى الأولى وجمادى الآخرة وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر. جائزة 100 كتاب وكتاب لك يا آنسة سمية. بعد المئة مجموع مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. اخترنا لكم منها 30 مشكلة. دعونا نذهب بكم إلى محكمة الإنصاف الآن. قضية الخلاف 30 بين البصريين والكوفيين في الآن. الآن
عندنا فعل. الألف واللام تدخل على الفعل؟ أجل. الآن عندنا نحن البصريين شبيه باسم الإشارة. ما حجتكم يا محامي الكوفيين في أن الآن فعل؟ أيها القاضي المنصف، حين نقول الآن فكأننا نقول الذي آن، أي الذي حان. آن يئين مثل حان يحين. إذا قلنا الآن نتكلم، فما معناه عندكم؟ معناه الوقت الذي حل وحان أن نتكلم فيه. نعترض يا قاضي، الكلام ليس على آن بل على الآن، والألف واللام علامة تمييز للاسم من غيره، نجعلها تلحق بالفعل. هل نقول الذهب الكتب؟ يا مبرر، دع الكلام لغيرك حتى يكون لك، تفضل. أيها القاضي المنصف، نحن نتكلم على ال بمعنى الذي، ال التي تدخل على المشتق، مثل الشاري أي الذي اشترى، والبائع الذي باع. نظرنا نحن الكوفيين في العربية فرأينا أن الألف واللام تقوم مقام الذي كثيرا طلبا للتخفيف. وأدعو الشاعر الفرزدق إلى منصة الشهادة. أدعو الشاعر الفرزدق. الشاعر الفرزدق همام بن غالب. شاهدك يا ثعلب. قل لي يا فرزدق، هل صادف أن أدخلت الألف واللام على الفعل؟ أجل. فأبنه للمحكمة. قلت ما أنت بالحكم الترضي حكومته ولا البليغ. حسبك يا فرزدق، الترضي حكومته ماذا يعني؟ يعني الذي ترضي حكومته. أيها القاضي، ليس عندي مع الشاهد شيء. أعندك ما تريد أن تقوله للشاهد يا مبرر؟ يا فرزدق، قد قلت ما أنت بالحكم ترضي حكومته، فلما لم تقل ما أنت بالحكم الذي ترضي حكومته؟ يا نحوي، الوزن عندنا كالإعراب عندكم أهم شيء. الوزن ألجأه الوزن لأن يغير في الكلام المستعمل، ونحن هنا في كلام الطبع لا كلام الضرورة. شكرا لك يا فرزدق. اذهب أنت راشداً. أعندك شيء آخر يا محامي الكوفيين؟ لا. ما حجتكم يا محامي البصريين في أن الآن شبيه باسم الإشارة؟ أيها القاضي، نظرنا في ال الداخلة على آن وأردنا أن نعرف الجنس، قلنا أهلك الناس الدينار والدرهم، هذا في تعريف الجنس. واشتريت الكتابة، هذا في تعريف العهد. وزرت البيت، هذا في تعريف الغلبة. فلما رأينا أن ال الداخلة على آن لا تكون لمعنى من هذه المعاني، عرفنا أنها دخلت لمعنى الإشارة إلى الوقت الحاضر. فما معنى الآن نتكلم عندكم؟ الآن نتكلم يعني هذا الوقت نتكلم، فصار الآن يشابه اسم الإشارة. ولما كان اسم الإشارة مبنيا مثل هذه وتلك، بني الآن على الفتح. أيها القاضي، إن اتفقنا مع البصريين جدلاً على أن الآن اسم إشارة، فكان حقه أن يبنى، لأن اسم الإشارة مبني
والسؤال هو: أليس يجب أن يكون بناؤه على السكون؟ لأن المبني هو ما خلا من الحركة وإنما يتحرك لسبب. ما ردك؟ نعم، ولكن هناك ضرورة جعلته ينتقل من السكون إلى الفتح. ما هي؟ إذا سكننا النون وقبلها ألف ساكنة، عندئذ سيلتقي ساكنان، ولهذا بني على الحركة. وعندها يجب أن تكون هذه الحركة الكسرة. لولا وجود هذه الألف، الألف تنسجم وتتناغم مع الفتحة، لأن الألف عبارة عن فتحة طويلة، أليس كذلك؟ الآن يا قاضي شبيه باسم الإشارة مبني على الفتح. قرار الحكم: حكمنا على الكوفيين للبصريين في هذه القضية. الآن اسم شبيه باسم الإشارة مبني على الفتح. ما الأمر؟ قصة الدرس الأخير أيضا. البيت الأخير والأدهى من ذلك أنهم انتقلوا من غير أن نقول لهم كلمة ودعا.